النهارده هي وقفه احتجاجيه بنقول اوقف التحرش. ليه اوقف التحرش؟ ان احنا بنتعامل يعني نازلين الشارع مش يعني ما بنحسش بامان. فالنهارده ما بالاشتراك مع مجموعه مؤسسات وجمعيات منهم المكتب العربي للقانون، سيزان نبراوي، شاركوا لما سمعوا الحمله على الويب سايت، شاركوا معانا وبعتوا لنا ان هم عايزين يتكاتفوا معانا، وان احنا نعمل جات لنا فكره بقى ان احنا نعمل قانون لتجريم حاله التحرش المتحرش ان كان بنت او ولد. الحمله دي اسمها ضد التحرش، واجه التحرش. احنا بنواجه التحرش بكل الطرق والوسائل. لاحظنا الزياده الظاهره بشكل غير معتاد عليه في المجتمع المصري. رجعنا للدراسات لقينا انه اكثر من 40% من السيدات والفتيات في مصر بيتم التحرش بيهم في اماكن مختلفه، وكمان مش شرط ان هي تبقى بشعرها، لكن ممكن تبقى محجبه وممكن كمان تبقى منتقبه ومع ذلك يتم التحرش بيها. الحمله مدتها 3 سنين، انطلاق فعالياتها النهارده. هيبقى فيها مجموعه من الفعاليات ان شاء الله، هيبقى في تدريبات لرجال الدين وتدريبات للاعلاميين وتدريبات للشباب علشان نعرف ايه الاسباب اللي دعتهم لان هم يتحرشوا. هيبقى فيها تدريبات للفتيات كمان على كيفية مواجهة التحرش والتنديد بالظاهرة. هيبقى فيه هوت لاين، خط داخل، وهيبقى فيه لجنة لإعداد قانون متعلق بالتحرش. عندنا مطلب رئيسي، هنتوجه بالحملة بتاعتنا بعد نقابة صحفيين لنقابة المحامين ثم للجنة التأسيسية بمجلس الشورى. عندنا مطلب رئيسي، تحقيق المواطنة الكاملة في دستور مصر الجديد. لابد أن تعامل المرأة والرجل على أنهما إنسان. الموضوع في منتهى الخطورة. جمعيات كتيرة ومؤسسات كتيرة نبهت لخطورة التحرش، لكن لغاية دلوقتي برضو احنا مش حاسين بنتيجة في الشارع المصري. الموضوع ليه شقين، شق مسؤول عنه الأسرة المصرية رب الأسرة، في شق مسؤول عنه رجال الدين، في شق مسؤول عنه رجل الأمن في الشارع. احنا بنطالب بتغليظ العقوبة وبتنفيذ العقوبة وفي نفس الوقت بتواجد أمني أكثر فعالية في الشارع المصري.